رايكم في هذا الشيء؟ وباقي عاد وزير العدل كيقول راه غادي نجرموا العلاقات الرضائيه وغادي نجرموا حتى داك المسؤول في الفندق اللي غادي يطلب عقد الزواج من اللي غادي يدخلوا لوطيل. اذا هذه صوره مصغره مما يحاك لهذا الشعب المغربي انه يولي شعب مهجن. ما معنى مهجن؟ معنى انهم المفروض على المغاربه انهم يقبلوا تكون معاهم واحد الفئه من الشعب المغربي ما عرفاش شكون هو با، واحد الفئه ما عرفاش شنو هي مرجعيتها، منين جات، منين خلقات. وهذه الفئه كاينين في بعض الدول في اسيا اللي انتهجت سياسه ديال تحرير الدعاره أو الدعارة كأساس للتنمية، وكنظن ملي كتخنق المغاربة من جميع المجالات الاقتصادية الحيوية والمشروعة بحال اللي كتدفعهم إلى قبول هذا الأمر، وبدا يخرج لك شي ألوان وشي أطياف، هل رمادي هل برتقالي. وبالتالي هذا هو الخطر الذي يهدد تماسك هذه الأمة، خصوصا مع حملات التشجيع التي يقودها وزير العدل لهذا الأمر. هذا ما معنى أن يقول وزير العدل على أنه إلى شي جوج خطاوا مع بعضياتهم وخرج منه واحد الولد، هذاك الرجل غادي يتحمل بالنفقة طولة حياته. معنى أنه اللي ما لقاتش خدمة ولا كتشتغل في 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 الفساد، يالله زيد اشتغل راه غادي يجيب لك مدخول قار. راه هذا تشجيع مبطن عباد الله، راه الله راه ديري جوج وثلاثة وغيولي عندك مدخول من ثلاثة ديال الرجال، مدخول قار ومستقر، ونزيدك موراها الضمان الاجتماعي يمكن والتأمين على كذا.